لبنانياً، مراقبة حثيثة لما يجري في تركيا وسوريا، خصوصاً أن الهزات الارتدادية لم تتوقف في لبنان وهي متواصلة ولكنها أصبحت خفيفة جداً بالنسبة إلى يوم أمس، وهذا ما يؤكده الخبراء. ولكن في لبنان هم آخر، هناك متابعة للجهود الإغاثية التي تستمر والتي يراقبها اللبنانيون الذين عرفوا هم أيضاً في خلال السنوات الأخيرة وفي خلال لكل تاريخهم الحديث العديد من المآسي والكوارث. لذلك التضامن الإنساني واضح جدا وواسع مع الذين تضرروا في كل من تركيا وسوريا، حتى أن الموقف هنا في على مواقع التواصل الاجتماعي المغردون عدد كبير منهم يؤكد أن تركيا ربما تحصل على ما تحتاج إليه من جهود إغاثة، ولكن الأمر غير مماثل في الشمال السوري حيث تتكرر المناشدات والنداءات لتوسيع الإغاثة الدولية والعربية لهذا البلد، لهذه المنطقة المنكوبة التي لا يصلها ما تحتاج إليه من معدات إغاثة، من لوازم إغاثة. بالنسبة إلى لبنان، تم توفير عدة فرق للمساهمة في عمليات الإغاثة. بالأمس توجه فريق من فوج الهندسة من الجيش اللبناني إلى تركيا، فريق آخر من الدفاع المدني، وهذا الصباح أيضا توجه فريق آخر من الجيش اللبناني إلى سوريا، وكذلك يستعد فريق من الدفاع المدني للتوجه إلى سوريا، وكذلك الصليب الأحمر اللبناني توجه إلى هذه المنطقة المنكوبة للمساهمة في عمليات الإغاثة. حتى الآن تشير معلومات غير نهائية إلى أن عدد الضحايا اللبنانيين في هذا الزلزال غير المسبوق منذ 100 سنة، كما يؤكد الخبراء عدد الضحايا وصل إلى 7. هناك أكثر من 30 مفقودا بحسب المعلومات الأولية التي ترد إلينا. وطبعا المتابعات مستمرة. الوزارة الخارجية طلبت من اللبنانيين الموجودين في سوريا وتركيا التقيد بالتعليمات التي تصلهم هناك، وأيضا يعني الإبلاغ عن مفقودين من أجل المشاركة في البحث عن هؤلاء، إضافة إلى المشاركة كما ذكرت في العمليات الإغاثية المستمرة في المناطق المنكوبة. أين توجه تحديدا أنظار بيروت في هذه اللحظات كلودي، وما يمكن لها تقديمه في سوريا فيما يتعلق بجهود الإغاثة والإنقاذ وتقديم المعدات اللازمة؟ طبعا اللحظة هي إنسانية بامتياز، المأساة كبيرة، الكارثة كبيرة جدا، وكل الاهتمام ينصب إلى هذه المنطقة المنكوبة في سوريا، في شمال سوريا، لتقديم يعني ما وصف بأنه مساعدة رمزية، لأنه ماذا يستطيع لبنان أن يقدم، وهو الذي يطلب أيضا المساعدات كي يتمكن أهله من الصمود في مواجهة الأزمات المتتالية التي تعصف بهم. ولكن في هذا الوقت المساعدة هي رمزية، كما ذكرت يعني 15 من خبراء فوج الهندسة في الجيش اللبناني يستطيعون أن يقدموا المساعدة لانتشال الضحايا، تحديد إذا ما كان هناك لا يزال أشخاص أحياء تحت الأنقاض، خصوصا يعني أن تقارير أشارت إلى أن هناك أحياء تحت الأنقاض، ولكن ليس من قدرة تقنية على تخليصهم من الأنقاض ومن الموت المحتم البطيء. إذن 15 من فوج الهندسة في الجيش اللبناني، أيضا 20 من الدفاع المدني اللبناني، أيضا الصليب الأحمر اللبناني، سوف تتوجه هذه البعثات الإنسانية ومعها ما أمكن من مساعدات، ربما دم وأمصال، من أجل مساعدة المتضررين في هذه الكارثة الإنسانية. هذا ما يتم التركيز عليه هنا. أيضا كانت هناك اتصالات قام بها رئيس الحكومة تصريف الأعمال بنظيره السوري، أيضا وزير الأشغال اللبناني يؤكد أن هذا الوقت هو لتقديم المساعدة، لأن يعني المسافة غير بعيدة بين طيب، ابقي معنا كلودي أبي حنا مراسلة الغد من بيروت.